الشفاء. وشكرا مره ثانيه على الدعوه للمساهمه الى جميع كل الاخوات والاخوان ثلاث ابناء مدينه التوحيد. المدخل الذي ندخل نوعا ما من الزواج ما بين الفصحى والدارجه. والمداخلة غادي تنصب أساسا على أننا باعتبار يعني أبناء وبنات هذا الوطن صرفوا على واحد الدستور وصمتوا عليه بنعم، لذلك الآن كنعتبروا بلي جا الوقت باش نعرفوا فين وصل هذا الدستور اللي صوتنا عليه. وبما اننا مجتمعين في اطار واحد الجمعيه اللي معروفه والانشطه ديالها معروفه على مستوى المدينه، هذه المناسبه نحاول نعرض فيها ايضا احنا كمواطنين ومواطنات وجمعيات اشنو هو الدور ديالها في هذه المرحله. لذلك المداخله ديالي غادي يكون فيها واحد الخمسه ديال الافكار نحاولوا نناقشوا جماعه لمعرفه ماذا سينفعنا من الدستور فيما يخص مجال المجتمع المدني. اولا ذكركم بانه بصفه عامه احنا في المغرب سبق عرفنا الدساتير، يعني 62 تقريبا بعد الاستقلال، والمغاربه كيعرفوا كل مره الدستور كل مره كيتعدد 1962 70 72 92 96، ولكن الجديد هذه المرة وهو أنه أول مرة أننا في المغرب غادي تقدم لنا واحد الدستور اللي صارتو واحد اللجنة ملكية نعرفوا الأسماء ديال الناس ديالها. إذا واحد اللجنة الناس اللي فيها معروفين، وحتى الناس طريقة باش يفهموا أنهم سمعوا المجتمع المدني، سمعوا الأحزاب السياسية، سمعوا النقابات، وفي الاخير تركوا على واحد المشروع هو اللي صرفنا عليه. لذلك انا بالنسبه لي حوايج اللي خصنا نركزوا عليهم هما غير، اولا ان هذا الدستور ديال 2011 جاء بطريقه تشاركيه، بمعنى انه ولو كانت عندنا واحد اللجنه معينه، ولكن هذه اللجنه فتحت الحوار مع الفاعلين السياسيين الحزبيين مع النقابيين ومع الجمعيات ديال المجتمع المدني. اولا هاد الفئات قدموا المطالب ديالهم لهذه اللجنه، ولكن وهذا هو المهم ان اللجنه استدعت واحد المجموعه منهم وسمعت لهم. اذا بغيت نوصل انه هذا الدستور اللي دار واحد الطريقه تشاركيه الان في المرحله اللي احنا فيها ضروري يتم التنزيل ديالو والتطبيق ديالو بطريقه تشاركيه. يعني ماشي ضروري من الاول تسمعوا لنا وتسجلوا المطالب ديال كاع الجمعيات والاحزاب والنقابات، صدقنا على الدستور صافي هما ياخذوا وهما يسجلوا. لا، انا الفكره ديالي على انه ابناء وبنات هذا الوطن ملزمين بانهم يتبعوا هذا الدستور كيفاش غيطبق، لانه ماشي معقول وغير منطقي اننا عطينا صوتنا على الدستور وفي الاخير يطبق بالطريقه اللي ما بغيناش حنايا. لذلك الفكره الاولى اللي خصنا نسجلوها وهو ان الدستور كيما شاوروا معنا من البعوث خصهم يشاوروا معنا الان وهما كيطبقوا. ولكن غادي نسولوا انفسنا فين غادي نساهم؟ طبعا كاين بزاف مجالات المساهمه، انا غادي نكتفي بالحديث عن المجتمع المدني. المجتمع المدني خصنا نعرفوا خمسة ديال الحوايج في الدستور خصنا دائما ننتبهوا لهم. المسألة الأولى أن الدستور ديالنا الجديد أول مرة كيتكلم على جمعيات كيتسترها، عندنا واحد المادة في الدستور بلا ما نقول الأرقام الفصل 12، يعني قامت بواحد العملية أنه أول مرة غادي يتم الإشارة بأن الجمعيات المنظمات ديال المجتمع المدني بصفة عامة اللي كتهتم بالشأن العام، يعني من الضروري في إطار الديمقراطية التشاركية أننا نسمعوا لهذه الجمعيات. طبعا غادي بلا ما نعطيكم التفاصيل غادي نقول غير باختصار،
بانه راه المفروض جميع وكان نركز على الجميع الجمعيات والمنظمات غير الحكوميه التي تعمل في اطار المجتمع المدني من حقها واقول من حقها ان تتوجه الى جميع السلطات سواء السلطات المركزيه الموجوده في الرباط او السلطات الجهويه اللي عندنا في الجهه الشرقيه او السلطات الاقليميه اللي موجوده في عماله اقليم التوريد او السلطات المحليه اللي موجوده في المدينه من حقها الجمعيات باش تتجهها وتخاطبها لكن ماشي فقط السلطه كما كانت فيها المسؤولين المعينين حتى المجالس المنتخبه حتى الجماعات القرويه وحتى الجماعات الحضريه البلديات من حقها الجمعيات باش تساهم معاهم في الاعداد ديال المشاريع في الاعداد ديال القرارات في المتابعه ديال التنفيذ ديالهم كيفاش كينفذوها وفي التقييم ديال الاعمال ديالهم اذا الدستور عطى الجمعيات عطى المجتمع المدني واحد الدور كبير اللي خصنا من خلال الاهتمام بالعمل الجمعوي نتبعوا هاد السلطات اش راهم كيديروا ونديروا الرأي ديالنا عليهم هذه المسؤوليه الاولى ديالنا المسؤوليه الثانيه ان الدستور زاد اكثر من داكشي الدستور لزم على السلطات لزمها على انه ينبغي ان تعطي هيئات للتشرف بمعنى كل اداره كل مؤسسه عموميه كل مجلس ضروري تكون واحد الهيئه ديال التشرف لانه حنا كمواطنين كجمعيات ما غاديش نمشيو نكلمو يعني سمعا غادي نهضرو سمعا نجلسو لذلك الان السلطات كل السلطات ملزمة باش دير واحد الهيئات للتشاور اللي يجلسوا معنا ويسمعونا واش باغي نقولوا المسألة الثالثة اللي بغيت نركز عليها هي أنه إلى جانب الجمعيات راه الدستور عطى للمواطنات والمواطنين جوج ديال الحقوق مهمين بزاف الحق الأول أنه راه أصبح من حقنا باش نديرو عرائض نوقعوا على العرائض هذو العرائض اللي كنا نوقعوا عليهم زمان وكانوا كيديروا لنا مشاكل الى اخره ما بقاوش الان الدستور اصبح من حقنا ان نتوجه بعرائضنا الى جميع السلطات وكتعرفوا بان العرائض كيف كنا نسجلوا فيها اي حاجه بغينا عجبتنا شي حاجه بغينا نسجلوها ما عجبتنا شي حاجه بغينا نكرهوا حقنا بغينا نحتجوا على شي حاجه بغينا نطالبوا على شي حاجه سواء افراد ولا جماعات سواء كمواطنين ولا كنساء ولا كفتيات ولا اطفال في معينه صعبه ولا ذوي الحاجات الخاصه ولا مغاربه في الخارج اي فئه من المواطنات والمواطنين نصبح من حقهم باش يديروا هذه العرائض والاكثر من هذا ان الدستور عطاني واحد السلاح اخر انه جرت العاده ان دائما كنتاخذوا الناس اللي يدخلوا للبرلمان كنتاخذوهم كنجحوا في الانتخاب كنمشيو للعاصمه كنساونا خمس سنين كتجي الانتخابات الان مع الدستور الجديد اصبح من حقنا باش نديروا ما يسمى ملتمسات ديال المشاريع راه اللي عندهم الامكانيه بالاستشاره بالتشاور يجتمعوا بيناتهم ويمكن لهم يصوروا واحد المقترح ديال قانون ويقترحوه والدوله ملزمه سواء في البرلمان سواء في الحكومه باش ناخذ هذاك بعين الاعتبار وتدرسو وتشوف الاهميه ديالو وتصرف عليه اذا كان الاكثر من هذا لازم تكون المساله الخامسه انه ايضا في الجماعات المحليه في مجالس العمالات الاقاليه في المجلس الجهوي كنتاخذوا الناس نهار كنتاخذوهم كيديروا علينا ست سنين ايضا كنلقاو غير من المشاهدة الحزبية البيان الآن راه الفصل ديال 39 في الدستور عطى الحق للجمعيات والمواطنات والمواطنين باش يطالبوا بالجماعات الترابية كما كانت باش يدخلوا واحد المنظر شغل الأعمال يعني النقاط المسائل اللي كنناقشوا المجلس غير بوحدو وشغل الأعمال كيديروا غير بوحدو يناقش النقاط اللي بغاه هو ما يناقش بما بغاش يناقشها لان ما بقاش نحكوا راه ديال مجلس الدستور عندنا الحق نفرضوا عليهم يناقشوا واحد النقاط اذا كان نقول للاخوان الاخوات انه اذا كان الدستور كان بواحد الطريقه تشاركيه وان الجمعيات ديال المجتمع المدني اصبحت مستار واكثر من هذا الجمعيات
السلطه ما عندهاش حق تحلها، لله كنشهد القضاء. عندنا هيئات ديال التشاور، عندنا الحق نديرو عرائض، عندنا الحق نديرو المنتخبات، وعندنا الحق ندخلو الوقت باش تكون الاعمال ديال الهيئات المنتخبه. هاد الخمسه ديال الوسائل اللي كنعتبرو الخمسه ديال الاسلحه القانونيه اللي عبر الدستور راه مهم جدا باش نهتمو بها ونتبعوها عن طريق اما اللي بغاو يشتغلو كمواطنين المواطنات العاديين الله يعرفهم، واللي بغاو يخدمو في اطار المشترك مزيان يخدمو في اطار الجمعيات باش يكونوا منظمين. لكن انا بديت الكلام ديالي بواحد الجمله، بديت بالقول على انه الدستور درناه بطريقه تشاركيه، ولكن نقول ايضا هذا التفعيل ديال الدستور والتطبيق ديال الدستور خصهم ايضا يتشاوروا معنا. غادي نسولوا وغادي نلاحظوا، لاحظوا الدستور نص على انه خصنا نديروا واحد المجموعه ديال الهيئات، غادي نديروا واحد المجلس نديروا المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بالنسبه للنساء غادي نديروا واحد المجلس ديال المناصره ومكافحه كل اشكال التمييز. الان اذا غادي نلاحظوا شنو راه يقع في الواقع، عوض ما نديروا هاد القوانين ديال هاد المجالس ونديروا هاد المجالس ويستشروا معنا في النصوص ديال الدستور، غادي نلاحظوا بانه حاليا ما كيهضروش على هاد المجالس، كيهضروا غير النصوص، يعني حتى غادي يديروا هما النصوص ويدوزوا هاد البرلمان ويصادقوا عليها ويعينوا في المراسم العليا ويحددوا التواريخ ديال الانتخابات ويساليوا النصوص، عاد غادي يقول لنا اجاب المواطنات والمواطنين نديروا بكم المجلس ديال المناصفه والمجلس ديال العمل الجمعوي وديال الشباب العمل الجمعوي. انا كنقول لا، خصنا الان جميع الاماكن اللي نقول نناقشوا بها نبهوا الناس، اي مجلس نناقشوا به نبهوا الناس على انه اذا بغيتوا ديروا النصوص على الشباب ايوا ديروا المجلس ديال الشباب هو الاول باش تسمعوا، بغيتوا تشوفوا الشروط ديال العمل الجمعوي وديروا الحوار على المجتمع المدني مزيان، ولكن ديروا واحد المجلس بعدا اولا ديال الشباب العمل الجمعوي باش يمثلنا وتسمعوا له، باش يمكننا نديروا له الاقتراحات نديروا له الملتمسات نديروا له العرائض نقترحوا عليه النقاط نشدوا الاعمال. المثال الثاني ديال النساء، النساء الان الدستور عطاهم المناصفه، راه المفروض في الدستور النص ديال المناصب وديال المسؤوليات وجماعة الانتخابات خصهم يعطيو المرأة النص. الآن غادي نلاحظوا واش راهم يديروا؟ ما تهضروش مع النساء، لا كيديروا القوانين هي الأولى وكتسمعوا راه كل أسبوع المجلس ديال الحكومة كيعين في المناصب العليا ما تعينوش النساء بزاف، راه 150 تعيين ما تعينوش حتى 12 مرة حتى يكملوا لهاد المسائل كلهم، غادي يعينوا النساء يقولوا غادي يديروا مجلس ديال المناصب ولكن غادي يكون فاتحا، غادي يكونوا عينوا اللي عينوا داروا النصوص داروا. اذا انا نبغي نقول كما تبعتوا كمواطنات ومواطنين العمليه ديالكم على الدستور زيدوا تبعوا جماعه العمليه وزيدوا الدستور ونطالبوا عن طريق الجمعيه ديالنا على انه الحوارات اللي كتبدا قبل ما تبدا استشروا معنا، خليو الشباب يدير داك المجلس ديال الشباب والعمل الجمعوي، خليو النساء يديروا المجلس ديال المناصبه، نديروا تجديد ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان، ديال مجلس المنافسه، ديال مجلس العلم، حتى نديروا المجالس، نديروا لها القوانين ديالها، وننتخبوها اللي ينتخب اللي يتعين يتعين، وبعد ذلك هاد الناس اللي غادي ننتخبوهم ولا غادي نعينوهم، هما اللي يدوروا علينا ويبقوا يسمعوا لنا، نعطيو العرائض والمقترحات ديالنا. اما اللي راه يوقع الامر العكس، راه حتى غادي يجيبوا النصوص عاد غادي يسمعوا لنا. لذلك انا بغيت نقول على انه الاهتمام ديالنا خصو يستمر، خصو يكون عمليه مستمره. انا لاحظت مثلا في هذا العام في اطار هذه الجمعيه، انا الجمعيه ديال الدار لاحظت كاين فضاء جمعوي، كاين اعمال، كاين مشاريع في اطار التنميه البشريه، الدستور الان كاين مشاريع التنميه البشريه التنميه المستدامه، كاين بالعكس كاين هيئات ديال التنميه البشريه والمستدامه. اذا من المهم جدا ان المواطنات والمواطنين في مكان الفرصه في اطار جمعيه في اطار مؤسسه في اطار محاضره في اطار اجتماع ديال المجلس نلبوهم باللي حنا هما المواطنين، حنا اللي صورنا على الدستور وبالتالي التطبيق ديال الدستور خصهم يسمعونا. وشكرا.